غادي نبدا بالجواب على ما يقول السي بن كيران. السي بن كيران، حنا في حزب الاصل والمعاصره تنحترموه لان كان رئيس حكومه ديال المغرب، وغادي نحترموه الى الابد لان واحد لقطه قاد حكومه داخل المملكه ديالنا. لكن غنجاوبو كامين العام ديال حزب العداله والتنميه، وكانوا حاضرين معنا في المؤتمر وتنشكرهم لان فاش تيجيو تاكدوا بان هما تيحضروا الجميع اللحظات الديمقراطيه ديال بلادنا، وحد الاصاله والمعاصره حزب ديمقراطي. سي بن كيران ماشي عاد تهمنا سنوات، ولكن حنا كان موقفنا ما غاديش نجاوبو لان احتراما للمغاربه ما تنبغيوش نهبطوا المستوى في النقاش. تنحاولوا نهضروا على مشاريع، تنحاولوا نلقاو حلول لانتظارات وتطلعات المغاربه والمغربيات اللي خاصه في هذه الظرفيه تعانيو وتعانيو الكثير، والحلول ماشي دائما سهله نلقاوها. وتنتمناو نكونوا في المستوى الانتظارات ديالهم واللي حشمنا معاهم. كاين سي بن كيران كان دار واحد التصريح وعاود اكدوا البارح بان حزب الاصاله والمعاصره حزب تاع المخدرات، وكان هو بعلمه وكان تيقولها سنوات هذه. خصوص سي بن كيران يوم يجاوبنا كحزب، اما كانوا مزايدات سياسيه، واذا كانت مزايدات سياسيه سمحها الله لهما لا هو لا الاخرين، اما كانت عنده شي معطيات ومعلومات وتنطلبوا من القضاء باش يتصنتوا ليه. هادشي اللي كاين. السؤال الثاني، علاش بدلت وجهه النظر ديالي؟ ماشي بدلت وجهه النظر، انا ما عمرني اعلنت بان غادي نسحب من حزب الاصاله والمعاصره ولا ما غنتحملش المسؤوليه. انا ماشي عاد وليت قياديه، انا قياديه منذ سنوات داخل الحزب، وكانوا معارك ما عمرني كنت بعيده عليهم، وبقيت من الناس اللي متشبتين وهما كثار بالحزب. كان فقط اراده شخصيه باش نعطي الوقت الكافي لهذه المسؤوليات اللي هما مسؤوليه اللي وضعوا بين يدي المواطنات والمواطنين تاع مدينه مراكش. وانت واحد النهار درتي واحد الفيديو وقلتي واحد شكون هذا الشخص اللي يقدر على 41 مليون المغاربه، وتتعرفوا حبي لمدينتي وتتعرفوا حبي للناس تاع هذيك المدينه، ومن المفروض باش نبقى ونستمر في العمل داخل مدينه مراكش. في نفس الوقت عندنا اوراش مهمه في الوزاره، وانا هي بنادم، انا انسان بان ليا بان هذه المسؤوليه ثقيله، وطموحنا كقياده جديده طموحنا عالي جدا. كما قال الاخ مهدي بن سعيد، طموحنا هو نعاودو نهبطو كما جا الام تي دي، ونتصنتو المغاربه في جميع جهات المملكه، ونتصنتو لهم بتواضع ونقولو لهم فين نجحنا وفين فشلنا وكيف غادي نصحو الامور. بغينا في نفس الوقت عندنا وثيقه سياسيه من مستوى عالي، بغينا نزيدو ندققوها باش يكون عندنا عرض سياسي واضح، باش الا خرجنا عند المغاربه يفهموا شنو هو العمل اللي بغينا نقوموا به الا مشينا امامهم في الاقتراعات في صناديق الاقتراع المقبله. دونك ماشي تبدل، ما تبدل حتى حاجه، ما تيسيرني حتى شي واحد بالتيليكوموند، واللي تيعرفني عن قرب تيعرف بان فاطمه الزهراء حنينه وفاطمه الزهراء ضيفه، ولكن فاطمه الزهراء كذلك عندها شخصيتها وعندها قناعتها وما مستعدش تنازل عليهم. لي قنعني هو النداء ديال الشباب الحزب. انا كنت دائما تنادي باش المراه والشباب والجيل الجديد، وقبل مني نادى صاحب الجلاله بجديد النخاب، واليوم كاين جديد النخاب، نادى صاحب الجلاله بتخليق الساحه السياسيه، وغادي نشتغلوا مباشره بعد هذا المؤتمر على ميثاق اخلاقي. فلذلك حنا تنتمشاو مع الاراده المغاربه وكذلك مع التوجيهات الساميه تاع صاحب الجلاله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.